الخير مشاهدي ريبي ويدر طقس العرب من جديد. زي ما حكيتكم قبل شوي راح يكون معنا الآن دكتور أيمن صوالحة رئيس قسم التربوات الجوية، زميل سابق لي منذ ربما 7-8 سنوات. راح نتكلم أكثر عن توقعات تراكمات الثلوج في عموم مناطق بلاد الشام. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. الجو بجوز برا رياح جوية، كثير عاصفة، كثير عاصف، كان معنا شوية أمطار كما تحدثنا قبل قليل، حتى هناك بعض العواصف الرعدية وعفوا البردية في بعض المناطق. تحدثت دكتور قبل شوي أنا عن تحرك منخفض الجوي اللي كان بتمركز في المنطقة تقريبا الأجنبية لتركيا باتجاه الأراضي السورية هذه الليلة، ومن ثم لاحقا غدا النهار راح يتمركز هذا المنخفض في أواسط أو الجزء الشمالي من سوريا، وهناك جبهة هوائية واضحة باردة ستعبر عموم مناطق بلاد الشام يعني ربما في ساعات الظهيرة. وحتى ورحنا سريعا على صور الأقمار الاصطناعية عم نلاحظ أنه ربما رائع صور الأقمار، تطور واضح للسحب، يعني المركز عندنا واضح يمتد من المنطقة الغربية لتركيا عبر سواحل شمال البحر المتوسط باتجاه نحو وسط تركيا، وأيضا في الجانب الآخر لدينا عواصف رملية قوية. أنا شخصياً بحب العواصف الرملية قبل المنخفضات، هيك بحس بقوة، بدل على عنفوان المنخفض الجوي أكيد بدل على قوة المنخفض الجوي. ومتوقعين ليلة الثلاثاء الأربعاء يكون أجواء ربما مغبرة وعواصف رملية. الجزء الشمالي من المملكة كما تحدث أيضاً راح يكون هناك احتمالية لبعض الفعالية الجوية. لو انتقلنا يعني محمد، معقول يعني راح يطولنا كمان شوي غبرة بدل ما يوصل لنا ثلج أكيد قبل نص الليل؟ أكيد أنا على المدن الأردنية وعمان، أعتقد حتى المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة مناطق راح تتعرض لغبار أتربة مثارة شديدة، ربما حتى يعني السائقين على الطرق الصحراوية يجب أن يحتاطوا من تدني كبير لمدى رؤية أفقية. هذه الخارطة عددها قسم تربوات للمنخفض، بجوز بدي أتركك المايك تحكي أنت الآن. أكيد هاي مثل ما تفضلت محمد، عندنا منخفض جوي يتمركز هنا بمنطقة شمال غرب خليج الإسكندرون، مصحوب بتساقطات مطرية وثلجية كثيفة على مناطق واسعة في بلاد الشام، تمتد منذ حوالي تركيا إلى حدود المملكة العربية السعودية في الجنوب، تشمل بذلك سوريا ولبنان والأردن إضافة إلى فلسطين الحبيبة. على ضوء هذه الصورة نلاحظ أن هناك كميات تراكم في الجبال الأردنية، سنراها بتفصيل أكبر خلال التقرير خلال الصفحة التالية، حيث نلاحظ هنا سماكات الثلوج المتوقعة وفقا لتوقعات مركز طقس العرب. إذا يعني عندنا بالسكيل هنا توقعات ما بين أكثر إلى أكثر من 1 متر أو 100 سنتيمتر بحسب اللون الأبيض، هبوطا إلى اللون الأزرق الفاتح وهو يمثل سماكات تقدر بحوالي 10 سنتيمترات. حيث نلاحظ من هذه الصورة أن المناطق الجبال اللبنانية هي من هي صاحبة خلينا نحكي التركيز الأكبر بالتساقطات الثلجية في المنطقة، تليها منطقة جبل العرب في سوريا، ويلي ذلك منطقة جبال عجلون وجرش، مناطق جبال عجلون وجرش المرتفعة، لأنها ستحظى بمثل ما احنا نعرف تساقط الثلوج ببلش على الارتفاعات العالية، تراكمات الأمطار راح تسقط بهاي المناطق على شكل ثلوج، وهي بالتالي بتحصل على أكبر تساقط ثلجي وأبكر تساقط وأكثر تراكم. يليها منطقة كذلك شمال العاصمة عمان، ويلي ذلك كذلك محافظة الكرك إضافة إلى جبال الشراء في جنوب المملكة. مش عارف إذا المشاهدين بيقدروا يشوفوا دكتور، أقاطعك، النقطة اللي فوق مدبة هاي ما بعرف وضعت بالخطأ. لا صراحة يعني جميع المناطق التي ترتفع 800 متر عن سطح البحر يتوقع أن تشهد تراكمات ممتازة للثلوج إن شاء الله. طيب نحكي أكثر يعني عن سمكات الثلوج. هلا تحدثنا سابقا بجوز إحنا هلا بنعرف إنه في عندنا ربما موجة ثلجية أخرى الجمعة وحتى ربما يوم الأحد، لكن نتكلم أكثر شيء عن ليلة الأربعاء على الخميس. أنا وصفتها عن طبعاً بحسب النشرة الجوية اللي اتفقنا فيها مع بعض بأنها ملخص كعاصفة ثلجية ستضرب معظم المناطق. قديش إحنا من يعني أنا شخصياً عندي توقعات الخاصة، قديش توقعاتك الخاصة يوم الخميس الصبح نصحى نلاقي سمكات الثلوج في مناطق مختارة من المملكة على سبيل المثال؟ والله بشكل عام ما بنقدر نطلع عن السكيل المعد من قبل الكادر كامل، كونه حسب الاتفاقية دخل ما بين أكثر من 3 إلى 4 متنبئين، لكن على العموم يعني في أن مناطق معينة بالمملكة قد تشهد تراكمات أكبر مما هو متوقع. مثل هذه المناطق هي منطقة رأس منيف في محافظة عجلون، حيث تتمتع هذه المنطقة إضافة إلى ارتفاع الكبير سطح البحر إلى كميات هطول كبيرة من الثلوج متوقعة. يلي ذلك منطقة زي في شمال غرب محافظة البلقاء التي تتمتع بذات الصفات في رأس منيف، يلي ذلك مناطق شمال عمان بنصيب أقل،
إضافة إلى محافظة الكرك كون التيارات الهوائية ستصبح شمالية غربية مع ساعات عصر الغد، مما يدفع بكتل الغيوم الكبيرة من شرق البحر المتوسط مباشرة عبر وسط الضفة الغربية باتجاه هذه المحافظة الجنوبية، وبطبيعة الحال كذلك محافظة الطفيلة والشراء. يعني ممكن نتوقع مناطق يعني السكيل زي ما احنا شايفين هون، انا بلخص ان اللون البنفسجي ما بين 40 الى 60 سنتيمتر، قد تتجاوز بعض هذه المناطق 80 او 90 سنتيمتر. مش عارف، بدي اسال اللي ورا الكاميرا اللي بكون واضح الالوان بالضبط المناطق. اوكي تمام، معناته يعني احنا نحكي ربما بعض احياء غرب العاصمه تتجاوز ال 40 ال 40 سنتيمتر على هذا ان شاء الله السكيل باذن الله. طبعا لدينا جبال الشمال والجنوب. طب في ربما خريطه اعدوها سابقا ايضا، هل هذا الامر منطقي ان ترى مناطق واسعه من المملكه صباح الخميس تساقطات للثلوج بهذا النحو؟ هل الزرقاء، السؤال الاكثر أن دائما يرد لي الزرقاء، هل في ثلوج في الزرقاء ام لا؟ ما تعليقك على هذا الموضوع؟ بطبيعه الحال عندما نقول ان التساقطات الثلجيه تشمل مرتفعات واسعه بالمملكه، ذلك يتطلب عده امور، اهمها لعل ذلك توافر الهطولات الكافيه وبكميات جيده في معظم المناطق، اضافه الى البروده الكبيره في طبقات الجو المختلفه سواء السطحيه ام على ارتفاعات متوسطه وعاليه. ولله الحمد هذا متوافر مع ساعات مساء وليله الغد في كافه المناطق بدءا من مدينه اربد التي طالما تنتظر الثلوج، حيث خلال عرض الارشيف السنوات السابقه لم تتعرض الى تساقطات كثيفه الا في عدد سنين قليله واخرها العام 2008. كذلك مدينه الزرقاء حيث لم تطالها الثلوج مؤخرا. بهذه الوضعيه نتوقع باذن الله ان تطالها بعض الثلوج في محافظة الزرقاء وإربد، وبالذات بطبيعة الحال المناطق الأكثر ارتفاعا سطح البحر ستحظى بكميات أكبر من نظرائها في هذين المحافظتين. أما المناطق الأخرى كما شرحناها، مناطق السلط أو مناطق شمال عمان، بطبيعة الحال نرى أن اللون هو الأبيض يعني الفاتح اللي هو بدل على أكثر تراكم، إضافة إلى مرتفعات عجلون بالشمال والكرك بشمال إقليم الجنوب. بدي أقاطعك دكتور، ما دبا من المناطق التي تحظى بارتفاع عالي ولكن يعني ربما دكتور بضحك لأنه هو من مادبة، ولكن في السنوات الماضية لم نجد تساقطات الثلوج بسبب ربما من التيارات الجنوبية الغربية أو توزيعات الضغوط الجوية. أعتقد الفرصة جيدة الآن في المنخفض القادم بالنسبة لمادبة والكرك، صحيح؟ صحيح ذلك. يعني هاي مدينة مادبة بالذات هنالك ظروف خاصة لتساقط لهطولات ثلجية فيها كثيفة، لعل آخر هذه الهطولات الكثيفة، يعني نحكي لما نحكي هطولات كثيفة نحكي عن 20-30 سنتي فأكثر، آخر هذه التساقطات عبر الأرشيف كانت بالعام 2000 في تاريخ 28/1/2000، حيث تأثرت المملكة بمنخفض جوي كان بنفس الصفات البنائية في هذا المنخفض مع أفضلية قليلة لمنخفض عام 2000، حيث تراكمت الثلوج بمقدار 35 إلى 40 سنتيمتر في هذه المحافظة، وكانت الكميات أكثر بقليل فقط في مناطق شمال عمان إضافة إلى محافظة الكرك، في حين بالمنخفضات العادية مثل عندنا منخفض عاصفة أليكسا بالموسم الماضي عرفنا أن تراكم الثلوج 85 سنتيمتر في منطقة صويلح، في حين لم يزد هذا التراكم عن 5 سنتيمتر في مدينة مادبة. إن شاء الله إحنا طبعاً دائماً نكون قلقين جداً الآن في داخل أروقة مركز تخزين العرب، لأن ذلك مسؤولية كبيرة جداً في توقعات تراكمات الثلوج. أعلن طبعاً أن غداً في الأردن عطلة رسمية كنوع من الاحتراز بعدم حدوث إرباكات في الطرق خلال ساعات النهار. نتمنى لكم ليلة سعيدة قبل المنخفض الجوي، نتمنى لكم غدا بيضاء محمد راح تكون هذه الليلة، أعتقد لن تكون هناك إلا بعض الثلوج الخفيفة ولكن أعتقد أنه غدا المساء إن شاء الله تكون مساء أبيض للجميع. تابعونا دائما في تحديثات متواصلة مني أنا محمد الشاكر دكتور أيمن صالح، تحية طيبة للجميع، إلى اللقاء. إلى اللقاء.